للعلم نحن أيضا هذه المرة الأولى التي نطلق فيها مسيرات من منطقة البقاع. طبعا ما عم بكشف سر لأنه هذا مبين عند رادارات العدو عند الأمريكان وعند الإسرائيليين. إذا جميع المسيرات أيضا كانت جاهزة بالرغم من غارات العدو التي حصلت قبل نصف ساعة من بدء العملية ورح نحكي عنها بعد شوي. جميع منصات الصواريخ عملت بلا استثناء، يعني المنصات المطلوب ترمي 300 صاروخ كلها عملت بدون استثناء، ولم تصب أي منصة ولو واحدة قبل بدء العمل. هلا بعد العمل بيجي بعد شوي، قبل بدء العمل ومش 300 صاروخ، 320 وصاروا بعدين 340، لأن البيان اللي نزل 320 لكن الرقم الأخير كان 340. وكل مرابط المسيرات أطلقت مسيراتها رغم الغارات، ولم يتعرض أي مربط من للمسيرات لأي أذى لا قبل العمل ولا بعد العمل. أطلقت الصواريخ على كل المحاور بشكل متتابع زمنيا، لأنه مش بدقيقة واحدة، بدقائق تاخذ شوية وقت، مما أدى إلى إصابة كل الأهداف بصواريخ الموزعة، هون 10 هون 15 هون 20 هون 25 حسب ما قسموهم الشباب هن وكرمهم، والمسيرات كل مسيرات كلها عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية، سواء التي دخلت سريعا من جنوب النهر ولاحقا من شمال النهر ولاحقا من البقاع لأنه في مسافة طويلة. وبالمناسبة كل المسيرات التي أطلقت من البقاع، مع العلم أنه بدها تطير مسافة طويلة داخل الأرض اللبنانية، أيضا عبرت الحدود اللبنانية الفلسطينية بسلام باتجاه الأهداف المحددة.